أرسلت روحي إلى داري تطوف بها، لما خطانا إليها ما لها سبل أن تسأل الدار إن كانت تذكر ما، أم أنها نسيت إذ أهلها رحلوا. أن تسأل الدار إن كانت تذكرنا أم أنها نسيت إذ أهلها رحلوا. أن تسأل السقف هل ما زال منتصبا فوق الجدار شموخا رغم ما فعلوا، أم أنها ركعت للأرض ساجدة تشكو إلى الله في حزن وتبتهل. أن تسأل النخل هل أكمامه نضج الغد، أن تسأل الزيتين والزيتون متصل، أما القطوف من الأعناب دانية مثل الآلي كالحوراء تبتحل، أم شجرة التوت والأغصان فارعة ناءت بحمل وقد طابت بها الأذن. هيهات يا دار أن تصفو الحياة بنا. ويرجع الجمع بعد النأي مكتمل، لكن روحي ستبقى فيها ساكنة، مالي بأطمة لا شاة ولا جمل. إن مت يا دار أو طال الفراق بنا، فالصبر يا دار لا يضعف لنا أمل. لابد لليل من صبح يبدده، ويسطع النور والظلماء ترتعل، ويرجع الحق فوق الكون عالية راياته البيض، لا كفر ولا دجل، لا كفر ولا دجل.